سيدي حسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل يا سيدي. أنا ليا 3 أسئلة لحضرتك. اتفضل. حضرتك، هو الموضوع موضوع ميراث. أنا ليا 3 إخوات بنات وأنا الولد الوحيد ليهم يعني. دلوقتي حضرتك إحنا لينا عقارات وأرض زراعية يعني وكده. فالوالد رحمة الله عليه، أنا حضرتك أنا المتولي عملية إن أنا أجيب يعني ناس للشراء والكلام دوت على أساس إن إحنا نبيع الحاجات دي. حضرتك انا لما باجي اجيب اي ناس عشان تشتري ببص الاقي اخواتي الاسعار اللي انا بتكلم فيها مع الناس بيطلبوا هم اسعار اقل من الاسعار اللي انا بتكلم عليها، وحضرتك يعني عايزين يعني باقل اسعار وعايزين يبيعوا باقل ثمن، في حين ان الوالد رحمه الله عليه كان بيساعدهم ويجوزهم كلهم الثلاثه، وحضرتك كان بيساعد اولادهم وكده. فحضرتك انا مش عارف اعمل معاهم ايه. السؤال الثاني حضرتك، انا في كان في شقه ديت حضرتك كانت ليا اختي الكبيره ديت حضرتك كانت كتبها الوالد رحمه الله عليه ساعتها، لان هي كان مكتوب كتابها يعني كانت الشركه اللي هتشتري منها اللي هيشتري منها الشقه حضرتك مطلوب ان هي زواج حديث، فالوالد كتبها باسم البنت يعني؟ باسمها. تمام. فحضرتك كتبها باسمها، فجي بعد ما الوالد قبل ما الوالده تتوفى جمعت اخواتي الثلاثه وقالت لهم انتوا عاوزين الشقه ديت؟ قالوا لها لا احنا مش عايزينها. قالت لهم ضمان موت من حياه دي لاخوكم. جم بعد ما الوالد توفى والوالده توفت، فبقول لهم ان الشقه ديت من حقي يعني زي ما الوالده كانت جمعتكم وقالت لكم ان الشقه ديت من حقي او ليا انا. قالوا لا ده اختي الكبيره وقفت وقالت لا ده الشقه دي باسمي وانا من حقي دي باسمي انا، في حين ان هي ما دفعتش فيها حضرتك يعني ما دفعتش مبلغها، لان كان ساعتها الوالد كان مسافر بيشتغل في السعوديه، وحضرتك شراء الشقه ديت كان بالدولار والجنيه المصري. السؤال الثالث. السؤال الثالث ان انا اتمنى برنامج حضرتك في رمضان يكون يعني عرض مستمر يوميا. تسلم سيدي، جوزيت الجنه. طيب خليني الاول، اول سؤال في حلقة ناقصة، أنا مش عارف، قد تكون أنت تغالي في الثمن وهم في حالة كرب عايزين الميراث يوسعوا على أنفسهم، فالحل الأمثل إن حضراتكم تقعدوا مع بعض وتجيبوا حد من بره خبير مسمن يسمن هذه الأراضي وهذه العقارات علشان نفض الخلاف والنزاع اللي بيننا. السؤال التاني، عموما الوصية، عشان الكلام اللي أخونا بيتكلم فيه دي كله أمرين. الأمر الأول مكتوب باسم البنت. البنت هنا لو تمسكت بهذا الحق فلا إثم عليها ولا وزر، لأن العقد شريعة المتعاقدين. لو هي مش عايزة تاكل حرام وهي عايزة تستبرئ لدينها ولعرضها وبتحب أبوها الله يرحمه وعايزة تنقذه من النار، تقول لأ بس خلي بالكم أنا هكون أزيد منكم لأن الشقة دي كانت باسمي أنا، لأن أنا ضاع حقي دلوقتي في الدولة أن أنا أخد جواز حديث تاني، علشان حضرتك قلت ده الشرط اللي هو اتكتب باسمها علشان هي كانت بتتجوز حديثا والشركة كانت عاملة كده، يبقى هتتزود شوية ده لو هي رضيت أن هي تديكم. طيب الأم، موقع الأم هنا اللي جمعت وقالت الشقة لأخوكم دي وصية، إن شاءوا أنفذوها باتفاق وإن لم ينفذوها لا شيء عليهم. عشان كده بنقول الوصية يا جماعة لوارث لابد وأن يجيزها الورثة. يعني إيه؟ الورثة يجتمعوا كده ونقول أمكم أو أبوكم قال الشقة دي لفلان، فكلنا نقول أمين أمين. طب أنا قلت أمين ماليش أجر، وأخويا التاني ده قال لأ معلوش وزر خالص نهائي، لأن عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وإن كان بعض العلماء تكلموا في اختلافات فقهية في قضية الوصية وعدمها. فعلشان كده بقول يا أخي الكريم لو شئتم للاتفاق هو الحل الأمثل للخروج من هذا النزاع، وأعيد الكلمة تاني وإياكم أن تفرق الأموال بينكم وأن تقطع أخوتكم.